بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت باك السيبان إماضي هرو إمان جري مركا جيت كان، لكن وحو أوينا ذي محاكا قلسة أجدان إرركي سوحان كو قياسايا إلا إيو طبان متر يكبضن عمل جيت كان وجيت كقرآن كلاجوش شيء والتين والزيتون والتين كقرآن كلاجوش شيء وحويلين نوع يذا آدي آد كوحدلو يعني مراها سارا والله يا بيسان ما شاء الله تبارك الله أنت إنجليز كجوجي جيتين سيدان وحود رايو ما أركن ما شاء الله تبارك الله وإسكورس ساريهن مرك نوع عن على مهلو كلا قرته على أنتي سوا سيدان وحيلته هاي إسبانش فيك إن لده نوع عن لكن مجرنا أي نوع وياي كله ببشر رمات كذا لكن وحواي والأغاني كره كلر كاس هل حب أد وبصلاتي أهل كاس كجرت هدد وجدان حبت داس أدي أدي أبصلات، لكن لما جار هاي وحواي شن متر واي أفر متر عمل إيجرته رولك ماشي أنا واجخ واي سأو جدان وحواي وإستحقش أيضا وح لحقلي كراه حتى هدان ربو وح لحقلي كراه جقلا لحقلي كراه ما أنت جيت جردي سانتجا أبس أبسوها ماشان دواء حتى ماشان مارك إجوك توه كان جيت كساسو إجاي مارك أنقله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من كلمات الله التامة من شر ما صنع من شر ما خلق وكان أبس عمل وياه ماشان وكان جيت كمارك لبضة سوككو بني هاي لكن تأو جدا وأسحر تمشي أن وحيران تهيبه وأكس مركي كرلا فيريو لنا عن مرها وكويريهين سوتو وجيت كان أن لما جو جوينين ما أركتي بروني ملقو سماينين وما أركتي إن بروني لقو سمايا هات سو ويلي وحفي عن أصيد له وجيدها خاركوت وإسك قللينين سوتو قرحة ذي مسو جلي سوا بركماش عن كب حبل ku akana geedkii quraanka lagu sheegay ee tiinka aha ee u dhalay maxaa ka galay ma sha Allah tabaarakallah marka geedkan waxay ku fiicnaan lahayd Soomaali in la keeno oo lagu barobeeyo haddii waa gooyay hal xabaan gooyay inta calaantaana ka gooyay markii la gooyo caanahaas u dhalaa saa u jeedan aan leedahay waa aragtay caanaha sayta dadka aruuriyaan ay wax ku sameeyaan daawo iyo waxa laga sameeyaa waxay ka sameeyaan ma sheegi kari laakiin geedkan quruxdo badan ma sha Allah tabaarakallah inuu saan u dheeraado loogu matala gelin hadii la rabo business ahaan in loo abuuro waa inuu ahaadaa geed gaaban oo ma aragtay gacanta gaareyso laakiin qofkii rabo gurigiisa inuu ku beerto kala amal oo har ka sameesto saano kala amal u sameeyin laha har oo qabowna buu heli laha marka intaas aad la wadaagaya geedkan aan Allahu mustaan caleentiisa marka soo hartay caleentiisa sidaan u baxda marka caleentiisa inaan idin tuso waaye caleentiisa waxa leedahay Allahu mustaan aan shan farood leedahay mas shan farood waa shan taas farood waa noocyada shan ta farood ah ma aragtay wili waa kana caleemo waaweyn taas uu yar yahay sidaas u sii baxda oo dhadheer ah مركوا كاس جيت كان سوماليا هلقو برهويه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته